أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. اليوم معنا قصة جديدة من قصص حكواتي الكافي. هذا يا سيدي ببلاد الشام عموما في شيء اسمه حمامات السوق، يعني كان من زمان الناس يروحوا كأنه رايحين على المسبح بأيامنا الحالية، كأنه رايحين على مسبح، فيروحوا جروب، مجموعة ناس رجال أو نسوان، يروحوا على شيء اسمه حمامات السوق. هذا حمام السوق طويل العمر هو مكان بيدخلوا فيه على شيء اسمه البراني، أول شيء بيتحضروا بتجهزوا بتشتشوا هيك بيعرقوا بتشتشوا، بعدين بيصبوا كم طاسة مي باردة وكم طاسة مي سخنة، يعني ما بيدخلكم بالتفاصيل. بعدين بيدخلوا على شيء اسمه الجواني. هذا الجواني وينك؟ يعني في زلمة، يعني عند الزلم في زلمة وعند الحريم في حرمة، شغلته انه يفرك البني ادم وينك يطالع كل شي بلاوي على جلده يطالعه. فبيطلع الزلمة مثل الفروج الحمراء، عرفت؟ يعني نظيف مثل ما مثل يوم ما جابته امه. عموما قصتنا اليوم واحد من هالناس راح على حمام السوق. دخل، يعني اول شيء بده يشلح ثيابه هيك كذا، وبده يلبس ميزر، يعني هو عباره عن منشفه بيلبس ميزر بيغطي فيها العوره. هو ماشي بهالحمام لابس الميزر وماشي بهالحمام، ولا واحد بيقول له لك انت ما بتفهم ولك انت ما بتخاف الله. هذا الزلمه يرتعب شو داخل على الحمام، ويعني يا غافل لك الله، ويعني بدخل يتحمم لا عامل شيء ولا عامل اي قصة. يعني قال له شوفي اخي شوفي، قال لي بس. قال له لك كمان ما بتعرف ولك كمان يعني ما بعرف، انتو يا ويلكم من الله، لك ما بتخافوا الله، لك انت ما بتفهم، ما فيك حياة ما فيك حس. لك قال له لك يا اخي شوفي، لك شوفي، قال لي والله فزعتني رعبتني، شوفي كل هالهوبر على شو عامل انا. قال له ما بتعرف شو عامل؟ ما شايف انه الميزر نازل عن صرتك وباينة عورتك تحت الصرة؟ قال له شو تفضلتو سيد راسي؟ يعني لانه الميزر تبعي نازل عن الصرة يعني 10 سنتي ولا 5 سنتي صرت كافر وصرت فاسق وصرت يعني وينك ما بخاف الله، وصرت يعني وينك يعني سكة عطل ونازل فيني زخ ونازل فيني أفلام هيك. قال له كمان بتقاوح؟ لك وكمان بتقاوح؟ لك هاي عورة، هاي هذا دين، لك هذا شرعنا، لك هاي عورة، لك هاي لك أنت ما بت. قال له بقول لك شيء، عمل هيك الميزر وشلع الميزر شلح له الميزر كله. قال له مشان تكون البهدلة محرزة ليكني ها أبد، لا شوف كل شيء وتفرج بقى على كيفك وسب على كيفك وفظي على كيفك. أي والله، فسبحان الله، يعني الشاهد من هاي القصة إنه واحد إذا بده يحكي مع الناس، إذا بده ينصح الناس، يا أخي معلش، يعني في شيء اسمه طريقة، في شيء اسمه أسلوب، في شيء اسمه أخذ وعطاء. يعني زلمة وينك؟ ساحل الميز، ساحل الميزر يا أخي، يا أخي التمس لأخيك 70 عذرا يا أخي. ضروري تنزل في ساحل أهله وتشرشحه وتبهدله وكافر وفاسق وما بيعرف وجاهل يعني خفوا على الناس شوي، خفوا على الناس شوي، حسبي الله ونعم الوكيل. فهي كانت هيك قصة لطيفة ظريفة حبيت شارككم فيها من سلسلة حكوات الكافيه. بتمنى تكون عجبتكم، وبتمنى تكون العبرة هيك وصلت، وبتمنى هيك يكون رسمت الابتسامة على وجوهكم. خليكم معنا بالفيديوهات الجاية لحتى تسمعوا قصص أكثر من حكواتي الكافيه. أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز.